السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، لقاؤنا اليوم لموضوع غاية في الأهمية، وينبغي أن يترتب عليه أعمال. سامحوني، لا أريد أن أبدأ بالهجوم. اعتدنا على المؤتمرات، لقاءات وفنادق، وقلما ينجم عنها مفيد. نريد من هذه اللقاءات أن يترتب عليها مفيد، أن يتابع بعضنا بعضاً، لا أقول لأهل تركستان يتابعوننا، أن يتابع بعضنا بعضاً، وأن نحمل الهم معاً في كل جزئية وفي كل قضية من قضايا هذه الأمة. ونحن اليوم نتحدث عن واحدة منها، وهي كثيرة، عن تركستان. ولذلك لن أتحدث كثيراً عن فلسطين، مع أنني أعتز بأنني فلسطيني وأحمل هذه القضية وأعيش من أجل نصرتها، ولكن ليس وحدها، بل كل قضايا الأمة. ولا بأس بالاختصاص الجزئي على ألا يعتدي بالكلية ويجعل المسلم منا غريب عن بقية القضايا، فهذا لا يجوز ولا يصح بحال من الأحوال. أيها الإخوة، أولاً لا ينبغي أن نقول قضية تركستان الشرقية ودعم المسلمين لها، بل قضية المسلمين على أرض تركستان الشرقية، كما نقول دائماً قضية المسلمين في فلسطين، في أي بقعة من البقاع. عندما تقول قضية تركستان الشرقية تحسب أنك بريء، وأن المهمة مهمة هذا الشعب، وأنت مؤازر من بعيد، إن شئت فعلت وإن شئت تخليت. أما عندما تقول قضية المسلمين، فإما أن تعد نفسك واحدا منهم وبالتالي قضيتك، وإما لا قدر الله أن تقول لا مهمة لي، وبالتالي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إخواني الكرام، كنا نتحدث عن قضية فلسطين وعن تعين الجهاد فيها بكل صور، دفاعا عن الأرض المباركة ونصرة للشعب المظلوم المعتدى عليه، فهذا الحكم بذاته ينطبق على تركستان الشرقية، إذ يجب على الأمة بكل فئاتها أن تقف إلى جانب شعب تركستان في قضيته العادلة، حماية للدين ودفاعا عن البلاد وكرامة الأمة وأعراضها ودينها. فالصينيون ينتهكون حرمات الأمة لا الشعب بكل فئاته، فقد هتكوا كل المقاصد والضرورات، ونالوا من المسلمين في أساسيات حياتهم الدينية والإنسانية، واعتدوا على الضرورات الخمس، على الدين، فهم يسعون لمحو عقيدة هذا الشعب وتذويبه في إلحادهم وشيوعيتهم وبوذيتهم، واعتدوا على حياة الناس فمارسوا القتل والسجن والسحلة وكل ألوان العذاب والتقتيل والتشريد. ورأينا وسمعنا من أخينا عمر الذي جرب، ولنا تجربة بما يوازي ذلك. وعلى الأعراض بكل صور العدوان، فأي مصيبة تقع على المسلمين يا أيها الإخوة أكبر من أن يقرر هؤلاء المجرمون أن يزوجوا بنات المسلمين لمن شاءوا قهرا عنهن؟ هذا حتى في حقوق الإنسان التي ينادي بها العالم أمر لا يقره منطق ولا نظام سماوي أو أرضي، لا يعقل.
اعتداء على العقول في معسكرات التعليم المفروض أو التدجين المفروض. عندما يؤخذ أبناؤنا، أبناؤنا يا مسلمون يا غير ليغور، هؤلاء أبناؤنا ليس أبناء آخرين، مع أننا والله لا أقبل أن يعامل اليهود المحتلون ما كما يعامل الصينيون الشعب الإيغوري، لأننا نرفض الظلم ونقيم العدل. ثم يأتوا لينسبوا الإرهاب لهذه الأمة، هم المجرمون. الاعتداء على الأموال، تضييق على الناس في معيشتهم، وعدوان الحكومة الصينية على ضرورات المسلمين جميعا يا إخوة. فإذا كان الشارع قد أوجب علينا نصرة المسلم، إذا أقام في بلاد الكفر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أهل تركستان ليسوا في ديار كفر، أهل تركستان في بلد مسلم أصيل، هذا مهم. احتلت أرضهم وصارت جزءا من بلد كبير صاروا فيه كمسلمين أقلية، هذا لا يعني أن بلادهم صارت من كل وجه لهذا العدو. ربما في حالة ضعفنا نصبر، ولكن الذي يجري يا إخوة لا ينبغي ولا يجوز الصبر عليه لا من أهل تركستان، من كل المسلمين. فنصرة أهل تركستان لا تقع تحت وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، بل تقع في حماية بلاد المسلمين وأعراضهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين. وبالتالي هذه النصرة واجبة على المسلمين جميعا أيها الإخوة، حكاما ومحكومين وعلماء وعامة، شبابا وشيوخا، بل أطفال في المدارس وفي رياض الأطفال ينبغي، فضلا عن الجامعات والمعاهد والمراكز البحوث والأفكار، رجالا ونساء، عربا وتركا وأردن وملويين وكردا إلى آخره. هذه قضية المسلمين يا إخوة جميعا، فلا أحد معذور في هذه القضية بعد أن مر عليها أكثر من 150 عام. قضية فلسطين مر عليها 105 سنين، فقد مر على هذه القضية نحو 150 أو 147 148 عام، وهي تحتاج أن يتحرك المسلمون لها. هل يريد المسلمون أن يستسلم شعب تركستان لإرادة المحتل الصيني ويذوب كما سمعنا من الشيخ الحسن الله يجزيه الخير، ويذوب في وطنه ودينه وأعراضه وأمواله وعقوله في الوثنية والشيوعية الملحدة؟ ماذا ينتظر المسلمون؟ أنا أقول يا إخوة، هناك ثلاثة أركان أساسية للدفاع عن تركستان. الركن الأول هو شعب هذه البلاد المرابط على أرضها ومقامه أفضل من المجاورة. اسمعوا يا أهل تركستان، هناك خاصة مقامه أفضل من المجاورة في المواقع المقدسة الثلاث، باستثناء اليوم بيت المقدس لأنه إضافة إلى كونه مقدس موقع رباط، لأن العلماء قد اتفقوا على أن الرباط والمرابط هو الذي يقيم على أرض يخيف فيها العدو ويخيفه فيها العدو وهو على نية دحره، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك هؤلاء مرابطون، مقامهم أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس لو لم تكن أرض رباط أيضا. وهؤلاء لا نزاود عليهم ولا نريد أن حديثنا ليس عنهم، موضوع حديثنا بالواجبات ليس عن أهل تركستان، فهم في صمودهم مجرد بقاهم على أرضهم جهاد، وربما ليس من الإنصاف أن نتحدث الآن عنهم لأنه ليس موضوعنا. والركن الثاني هم أنتم أيها التركستانيون الموجودون خارج البلاد، يا من أخرجتم من أوطانكم ودياركم لا لذنب إلا لأنكم قلتم ربنا الله ولأنكم قلتم أننا مسلمون، خرجتم لهذا. فهذا أيضا
عليه أن يرابط على ثغر التعريف بالقضية ونشرها وفضح العدو ودعم الثابتين بكل السبل وتمثيل قضيته حق تمثيل. ولعل هذا المؤتمر أيضا أو هذه الجلسة ليس هذا غرضها ولا نفصل فيها. أما الركن الثالث فهو موضوع ورقتي ورقتنا مجلسنا هذا وندوتنا هذه، وهو أبناء الأمة بكل فئاتها، إذ يجب عليهم النصرة، وقد تعين الجهاد للدفاع عن هذه البلاد، وكل من موقعه يقدم وسعه. وفي هذه العجالة أشير إلى نقاط. أولاً أؤكد على تقصير الأمة بهذا الجانب تقصيراً كبيراً، لأن التوصيف هو طريق الدواء. فإن جاملنا بعضنا وقلنا أن الأمة جيدة وطيبة وقامت بالواجب، وأقصد الأمة أيضاً الشعوب، إذا قلنا بأنها قامت بالواجب ولكن ليس بالإمكان أحسن مما كان، وكل واحد منا يعلم أنه بالإمكان أحسن مما هو كائن وقائم، وكل أنا أتكلم عن نفسي أنه يمكن أن يكون لي دور أفضل وعلي أن أفعل. طيب، إذن هنالك تقصير. وإذا قلنا سامحوني بشأن فلسطين أن الأمة تقوم بشيء من الواجب أو بالواجب مع بعض التقصير، فإنها بشأن تركستان مقصرة مع نزر يسير من القيام بالواجب. أعتقد يعني بشأن فلسطين أوضح القيام بالواجب، وإن كان أيضا علينا دور أكبر. فتركستان يا إخواني ليس بلدا هامشيا. تركستان يا إخواني بقدر الجزائر، بقدر السعودية، بقدر السودان الآن بعد أن نزع منها جنوبها، يعني بلد كبير، بلد خير، بلد سباق للإمام من القرن الأول وهو مؤمن وملتزم. فهذا يقتضي أن نعجل وأن نتحرك. وفي شرعنا لو انتهك عرض امرأة مسلمة وجب تجهيز الجيوش لنصرتها، ولو اعتدي على شبر من أرض المسلمين وجب عليهم الدفاع، فإن عجزوا يتسع الواجب حتى يشمل المسلمين جميعا، وقد شمل أكثر من 150 سنة حتى يشمل. إلى متى؟ ثم أريد أن أتحدث يا إخواني عن الواجبات على فئات هذه الأمة باختصار، إذ الوقت لا يسمح بالتفصيل. وأقول يعني مختصرا حتى لا الشيخ يعني يوقفني. كم معي وقت؟ الله يرضى عنك. الله يكرمكم، بارك فيكم. أولا الواجبات، أنا أريد أن أتحدث عن الواجبات الممكنة. لن أقول واجب الحكام أن يجيشوا جيوشا ويذهبوا لتحرير تركستان من الاحتلال الصيني، لأن هذا كلام نظري لا محل له اليوم على أرض الواقع. ربما يكون الواجبات اللاحقة، لكن سنتكلم. الصين يا أخواننا في صراعها مع أمريكا بحاجة إلى العالم الإسلامي، بحاجة كبيرة. هل يمكن أن يقدم، مع الأسف العالم الإسلامي ليس متنافسا وإنما متنافس عليه في واقعنا اليوم. العالم الإسلامي محل يتنافس عليه الأمريكان والصينيون والأوروبيون ولكن على الأقل ألا ينبغي على العالم الإسلامي أن يكون له ضغوط في ظل المحاور؟ لا شك أن الصين بلغت مبلغا الآن تنافس أمريكا على زعامة العالم، وهي أحوج ما تكون، يحيط بها أفغانستان وباكستان وبلاد التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي وغير، هذه كلها محيطة بالصين، وهي بحاجة في تواصلها مع العالم الإسلامي في إطار سباقها إلى العالم الإسلامي. لماذا لا نجد استثمار لهذه الحاجة من قبل الحكام؟ لا نقول تمنع، على الأقل استثمار شروط بما يخفف عن أهلنا ويحفظ حريتهم ودينهم وأعراضهم وكرامتهم. أي جريمة يقع بها الحكام الذين لا يلهون إلا على مصالح ضيقة، لا
لا تليق بمسؤول كبير ولا بصاحب شأن، وإنما هي من فعال الصغار. لماذا لا يكون هنالك ضغط بهذا الاتجاه؟ أيضا من الواجبات يا إخوة معرفة طبيعة هذا الاحتلال، وأنه أشبه ما يكون بل أخطر من بالاحتلال الصهيوني، فهو إحلالي، بل الاحتلال الصهيوني يريد طرد الشعب الفلسطيني ويقول شعب أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، بينما هؤلاء يريدوا القتل ويريدوا أن ينفوا وينهوا عقيدة هذا الشعب ويذيبوه في وثنيتهم. فإن لم يكن العالم الإسلامي قادر على أن يواجه ويقاتل، ونحن نعلم مع الأسف بسبب تمزقنا وسقوط خلافتنا وكل هذه الأمور، لا شك أننا غير مؤهلين اليوم لشن حرب على الصين ولا على أصغر من الصين، ولكن هنالك وسائل لا بد أن تستجمع. أيضا الشعوب يا إخوة، افرض حكامنا فجرة وكثير منهم كذلك، نافرض فرضا، افرض أنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا وكثير منهم كذلك وبكراسي زائلة وزائفة، الشعوب كيف تشتري الحاجات الصينية؟ لماذا لا تكون بالمقاطعة؟ هذا من الواجبات يا إخوة. لماذا لا يكون ثمامة ابن أثال الحنفي شخص لما أسلم قال لقريش والله لا يصل إليكم شيء من الميرة حتى يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا سلاح المقاطعة. لماذا لا تستخدم الأمة إمكاناتها؟ مع أن الحاجات الصينية كثير منها ليس بالمستوى لها، ومع ذلك فرضا لما لا نقبل بالأدنى والأقل من أجل كرامتنا وعزتنا والدفاع عن أعراضنا وبلادنا يا أيها الإخوة. أيضا أنا أريد أن أمر على الواجبات مرورا سريعا. اثنين، الوعي بهذه القضية لدى الشعوب المسلمة، وهذا يحتاج إلى أن يبحث الباحثون ويدرس الطلاب هذه القضية بمستجداتها. لا يمكن يا إخواننا أن يكون أقرب كتاب مكتوب في حاضر العالم الإسلامي من الثمانينات ولا بالتسعينات، ولما نقرأ عن تركستان الشرقية نقرأ عنها عام 1990، ونحن اليوم بحاجة أن يكون كل سنتين يتجدد كتاب حاضر العالم الإسلامي، بل كل سنة. هل هنالك كتب تدخل مناهج الجامعات والمدارس تتحدث عن حاضر تركستان؟ رغم ادعائي أنني مهتم وأتابع، أشعر بنقص المعلومات، ويأتيني في كل لقاء مثل هذا جديد كثير بشأن تركستان وغيرها من قضايا الأمة. أنا أعتقد أن من واجب العلماء، وأعتقد أن هناك ندوة خاصة لا أريد أن أفصل، أن يكون هنالك كتابات واضحة. وهذه اجتهد الدكتور نظيف، هو نائب وزير التعليم في تركيا، ندعوه ونرسل له بأن يقرر شيء في المدارس لطلابنا، درسين في العام أو ثلاث خلال 12 عام، يكون أخذ الطالب كتابا وعى فيه هذه القضية بتفصيلاتها، أصبح لديه هم، أصبح يشعر أن له بلاد معتدى عليها. لابد يا إخواننا أن يكون في التعليم شيء جديد مستمر متجدد. أيضا يعني مرورا انتشار الحديث بهذه القضية وعقد الندوات، ما معقول نتكلم عن مؤتمر سنوي يا إخوة، لازم يكون في ندوات. صحيح على إخواننا من تركستان أن يتصدروا هذا الموضوع، ولكن هذا مطلوب من مؤسساتنا وهيئاتنا وجامعاتنا ومدارسنا أن تعقد مثل هذه الندوات، والإخوة لا يستطيعوا أن يكفوا وأن يغطوا هذه الحاجة بتمامها وتفصيلاتها. مطلوب منا نحن أن نقوم، ونحن عقدنا في هيئة علماء فلسطين مرة، لا يكفي. أنا أقول لنفسي عليكم أن تعقدوا ملتقيات ومناشط تعرفوا بها وتصدحوا بهذه القضية. لا يجوز أن تغلب علينا القضايا الجزئية. أنا أنهي إن شاء الله دقيقتين ثلاث دقيقتين اسمح لي. طيب أيضا نقطة مهمة يا إخوة، الرواية
التركستانية هي التي ينبغي أن تشيع وتنتشر، لا يمكن أن تكون ما تشيعه السفارات الصينية في العالم العربي والإسلامي هي الرواية التي نعرفها وهي التي نحفظها. لابد أن يتم الحديث وأن تنتشر روايات. هنا يقع على عاتق إخواننا الإيغور أن يوجدوا روايات واضحة، وأوجدوا الكثير، بس علينا أن نتداولها وعلينا أن نوصلها وأن نتبادلها فيما بيننا يا إخواننا. أيضا من الواجبات يا إخوان المشاركة في المناشط العامة والتحركات المدنية المدينة للصين، وهذا واجب الشعوب، وهو مبني على وعيها بالقضية، وهو لا يستهان به بل هو مثبت للشعب في الداخل. كما ذكرت لكم في المداخلة، أهلنا في القدس يقولوا والله إننا نمل ونتعب ونكاد نتوقف حتى إذا رأينا مسيرة في إسطنبول ولا في كوالالمبور ولا في نواكشوط ولا في أي مدينة من المدن استحيينا أن نقف وجددنا عزمنا على المضي. ثبتوا إخوانكم بالحراك والنشاط، خليهم عندما يفتحوا وسائل الإعلام ووسائل التواصل يجدوا أن قضيتهم حية في أذهان الأمة المسلمة، بل أحيوها في أذهان المنصفين من أبناء العالم. هذا واجب. الدعم المالي يا إخوان، والله لا خير في مال لا ينفق في أبواب عزة الأمة. ما فائدة الأموال يا إخوان؟ والله أصحاب الأموال، الشيخ علي الطنطاوي يذكر قصة عن أهل القدس عندما كان مسؤول عن جمع، الله يرحمه الشيخ علي الطنطاوي، عندما كان مسؤول عن جمع المال، وكيف أنه جاء لأحد التجار فبخل، ثم لقاه هذا التاجر بعد سنوات وقد قتل أبناؤه وحرم كل شيء، فقال، فعرفه الشيخ فقال: ليتني جدت بنصف مالي، ليتني جدت بكل مالي، فقد خسرت المال والولد. ما الذي يريد شعب الإيغور لن يوفركم في يوم من الأيام. وكلت يوم أكل الثور الأبيض أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. يا إخواننا لما أعراضنا هذه؟ لماذا يا إخوة؟ علينا أن نجود لمواقع عزة هذه الأمة وكرامتها. على كل حال أختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.